السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه الرابعه من لعبه سايلنت هيل 2 ريميك. اذكركم ان تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعه اخر شكرا على دعمكم الجميل والمتواصل. شكرا من كل قلبي يا اخوان، شكرا. اتمنى توصلون دعمكم الجميل، وخلونا نكمل بسم الله. اخر مره وقفنا هنا بالضبط يا اخوان، واجهنا راس الهرم. هنا واجهنا يا جماعه خير، عارف بالمكان ذا بالضبط واجهنا على نهايه الحلقه الماضيه. وحش غريب صراحة واجهناه، سوينا له اعتقد ضرر بعدين كذا مشي، ما ادري زعل ولا ايش صراحة، ما ادري عارفين، بس واضح راح نشوفه قدام. المهم ما قضينا عليه، هو فجأة كذا ما ادري جاله زي الجرس اظن كذا، عارفين انه دو اظن، ما ادري صراحة، ومشي. فما ادري ممكن قدام راح، عارفين كيف؟ ممكن قدام يا جماعة راح نشوفه. فخلونا نكمل، خلونا نكمل باللعبة الجميلة دي. واضح مقبلين على قسم جديد يا جماعة، واضح مقبلين على قسم جديد. خلوني أول شيء أسويه، ما أدري، خلوني أسجل ليش لا. عارفين صراحة جدا استمتعت بتصوير الحلقات الماضية، عارفين كل حلقة تقريبا قاعدين نسوي قسم جديد، عارفين يعني اللعبة تقريبا تقريبا يا جماعة نظامها مراحل، يعني عارفين كذا كل شوية مرحلة كل شوية قسم. كل الأقسام صراحة جميلة إلى الآن، عارفين يعني القسم الأول اللي كان مديرة سايلنت هيل، والقسم الثاني اللي كان اللغز حق العملات المعدنية الثلاثة، والحلقة الماضية كان في لغز الساعة. فكلها صراحة كانت جميلة، كلها لعبة جميلة وممتعة صراحة. الحين خلونا نكمل يا اخوان حق الماضي على نهايتها. كمان جبنا سكين انجيلا افتكري وجبناه حق الماضي. والله شايفين كم الرصاص معي؟ ثلاثة. كان معي يمكن كم 30 اظن، دحين معي ثلاثة. الحلقة الماضية عارفين الوحش هذاك رأس الهرم خلص للرصاص، عادي خلينا نشوف ممكن في رصاص. انا شفت بالتعليقات قلت لي تلاقي رصاص جوة السيارات. ايوه كفو. الله شكرا يا اخوان على دعمكم على تعليقاتكم. لعبة جميلة صراحة، عارفين اخذ وقتي فيها، جميلة صراحة مستمتع فيها. والله اتمنى يكملوا، اتمنى كونامي يمشون على خطى كابكون. كيف على خطى كابكون عبد العزيز؟ يعني يا جماعة خير يسوون ريميك، عارفين الاجزاء اللي جات بعد ذا. اعتقد في سايلنت هيل 3 ولا مو؟ والله ما اكيد يعني، هذا مو الجزء الوحيد. Hey. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? من جد كيف تعرف اسمها؟ عارفين كيف تعرف اسم زوجة جيمس ماري؟ ما ادري البنت الصغيرة دي صراحة من تطلع، وما اعتقد بنتهم، عشان لو بنتهم كان بدا يعرفها جيمس. ما والله ما ادري من تطلع البنت الصغيرة دي. هذه ثاني مرة نشوفها، أول مرة شفناها عارفين كذا يعني كذا دفت المفتاح كذا، عارفين شتته برجلها عارفين كيف، وجريت بس عارفين. احنا دي أول مرة شفناها، ودحين المرة الثانية صراحة ما ادري من تطلع. جيت هنا انا جيت من هناك صح يا جماعه؟ ايوه بروح سيده، ما اعتقد الابواب دي اقدر اسوي عندها شيء، وما اعتقد عندي خريطه المكان ذا. انا مو جيت من هنا، انت جيت من هنا صح صح صح. نبغى نروح من هنا يا اخوان. عارفين الصراحه اتمنى اللعبه ذي يعني الاجزاء اللي بعدها كمان، عارفين يعني انا والله كانه لعبه جديده بالنسبه لي من ناحيه القصه من ناحيه كل شيء. فايش اتمنى يعني الاجزاء اللي بعد ذا يسووا لها ريميك. والله انا ابدا من ضد الريميك، اشوفه فكره جدا جدا جميله صراحه. عارفين في ناس يعني يقول لك ضد الريميك يعني ليش التكرار؟ لا والله انا مع الريميك 100%، عارفين بدات العاب القديمه كذا، عارفين في ناس كثير ممكن ما لعبوها فيجيبوها بالجيل ذا الجديد يسووا لها ريميك، شيء جميل صراحه. انا مع الفكره دي يعني 100%، بس ما ادري في بعض الالعاب ما تحتاج ريميك يا جماعه، زي عندكم ذا استفز الجزء الاول ما كانت تحتاج ريميك، زي عندكم بلاد بور ما تحتاج ريميك. يعني في العاب انا برايي ما تحتاج ريميك، كم العاب قديمه عارفين ايوه تحتاج ليش لا.
من الالعاب يا جماعه الخير اللي جدا فرحت انها راح تنزل قريب اخيرا، راح تنزل على نسخه البي سي اللي هي ريد ديد ريدمشن 1. اللعبه دي زمان لعبتها عارفين كيف على بلاي ستيشن 3، بس عارفين ما قد لعبتها على خلونا نقول الجيل الجديد على البي سي وكذا. فعارفين اعتقد امس اعلنوا روك ستار انه ايش راح تنزل على البي سي نهايه شهر اكتوبر ان شاء الله لما تنزل راح العبها. من زمان هذه من الالعاب اللي عارفين ما قد لعبتها على القناه، عارفين كنت منتظر نسخه البي سي تنزل ان شاء الله راح العبها باذن الله. باذن الله يا جماعه تاخر راح يجي وقت راح العبها قريب باذن الله. والله هو يعني واحد يقول عبد طب ليش ما تلعبها اول ما تنزل، راح العبها ان شاء الله، بس ايش اعتقد راح اكون مشغول ب كول اوف ديوتي بلاك اوبس الجزء السادس عارف راح العبه ان شاء الله بعده ان شاء الله باذن الله. ليش لا نلعب ريد ديد ريدمشن 1 باذن الله. باذن الله يا اخوان في باب هنا بس ما ادري ها ما قال لي ايش لازم تسوي. لما يقول لك يعني لما ما يقول لك ايش لازم تسوي هذا معناته ايش يا جماعه؟ باب انفتح من الجهه الثانيه. هذا مرحبا بكم في سايلنت هيل، بلده صغيره هادئه بجانب البحيره. هنا جيت انا والله ذكروني بريزنت ايفل 4، فاكر بريزنت ايفل 4 جي وقت كذا تكون زي الحديقه ذي. عندي خريطة المكان ده ما اعتقد عندي ها؟ ايش شايفين بس كذا جايب لي احنا تقريبا مبارك يعني زي ما تقولوا منتزه. هنا جيت انا في باب هنا اقدر افتحه. اوه انت جيت من هنا يا ذكي. معلش يا جماعه ما كنت ادري بس حبيت اتاكد. اجل خلاص الطريق سيده اقصى اليسار عارفين ما ادري صراحه يعني على يساري هناك اقصى شيء رحت ان شاء الله حروح. الحين خلوني اروح لهنا اشوف ايش فيه. اعتقد رحت هناك شفت ايش فيه. ليش خلوني اروح من هنا اعالج نفسي؟ والله كاني مصابي. وخلوني اخذ الحبه ليش لا؟ بدات انه ما شاء الله معي كثير من الاسعافات. مكان هذا بزياده الله يستر انا اقدر انزل على ما اقدر انزل. اللعبة ذي يا اخوان بالحلقة الأولى قلت لكم انها ايش كمان تذكرني بالون ويك الجزء الأول، عارفين في شبه بسيط ما بين الون ويك الجزء الأول مو الثاني وما بين سايلنت هيل 2، عارفين في شبه بسيط بين اللعبتين على فكرة. اعتقد كلهم الاثنين يبحثوا عن زوجته عارفين كيف يعني اللعبتين كذا قصتها. Like your girlfriend. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just I got a letter from her. A letter? I know how it sounds, and I'm not. I don't. Hey. It's okay. So, what did the letter say? It.
She said she was waiting for me in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something I can't quite. Hey. I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... Come on. So it's okay. ومن جد راح تجي معانا. عارفين كان أبله راح يجي عرض كذا ثاني وبعدين خلاص عارفين ما نشوفه، بس من جد كذا وإحنا نلعب راح تجي معانا. ما أدري لازم أحميها ولا والله ما أدري. حرمة غريبة صراحة ما توقعتها. فين إن نلاقي كذا حرمة هناك عارفك؟ ما أدري أول ما شفت عرض كذا عبالي إنها زوجته ممكن. بس لما قالت اسمها ماريا مو ماريا عارفين أنا عرفت إنه مو زوجته والله ما أدري من تطلع. بس والله القصة غريبة يا اخوان، الحين هو زوجته ميتة ويروح يدور عليها كيف يعني؟ عجبني انه كل مرة واحد يقول له عارفين انه طب زوجتك ميتة ليش تدور عليها؟ يقول اوه يعني لا تستعجل على الحكم علي يعني ما لهم الناس يقولوا عليك مجنون جيمس عارفين كيف؟ كيف تروح تبحث عن شخص ميت يعني شيء غريب صراحة. يو خلونا نروح من هنا، ما ادري شاف اكثر من الطريق، خلونا نروح من هنا. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know. والله ما ادري على فين بروح، انا كل عبالي هي اللي تعرف الطريق بس ما ادري. هنا في زي بتقولوا منتزه ثاني اعتقد بروح هنا اظن. وهنا ما جيت انا يا اخوان، هنا ما جيت. There we can go through the motel. عند الموتيل تقول هذا موتيل قصده هذا اعتقد. ايوه الان ذا يو على اساس انه موتيل. You ever stayed in a place like this? ما ادري انا مطمن لها صراحه اكون صريح معاكم. عادك احس عليها اعرف كيف كذا وراها وراها بلوى اعرف كيف يا جماعه. اشوف في شيء هنا. It's like you froze for a second. Yeah, I it's fine.
جي والله ما شايف شيء هنا. غرفة تقدر تدخلها. هذه كانها غرفة مهمة 104. اقدر ادخل هنا. صدقوني كعبلي ما اقدر. طب هنا بس خلينا نشوف في رصاص هنا ولا هنا. هنا يا اخوان خليني اشوف اقدر ادخل هنا. لا ما تقدر تدخل هنا يعني ما في الا الغرف هذيك. اوه هنا ما اقدر اجي كذا. خلونا ادخل شوف هنا ايش في. هذا متل كسره. والله كان الطريق الاساسي من هنا عارفين. وممكن شيء ياخذه من هنا بعدين اروح للغرفه ذيك اللي تحت. واضح انها مهمه. ادري سامع صوت موسيقى هنا ممكن لازم ادخل هنا. هذا ايش مكتوب هنا؟ 1380 واحد اقل واحد اكثر ثلاثة اقل واحد اكثر. ادري هذا خلونا نقلب. ممكن رمز لشيء معين. مذكرة الأدوات أخذتها عارفين من الأشياء المهمة. خلينا نشوف هنا إيش فيه. صراحة مستوى الألغاز عارفين سايلنت هيل 2 جميل جميل صراحة عارفين. له اللي مرة صعب وله اللي مرة سهل عارفين. نص نص عارفين. الحلقة الماضية سوينا لغز كذا حق جامع وطرح بدعت فيه عارفين. انا بدعت فيه يا جماعه كذا على طول حليته. Hey, you think I'd look good in this one? No. Sure. فلو عليه اقول لها نو. Hey, واضح بس في الورقه ذي ما ادري كيف دخلت هنا. اعتقد نقزت زينا كذا من هنا ممكن. احنا خلونا ننزل غرفه اللي تحت واضح انها مهمه. هيت واحدة كانت اعتقد 106 105 ما ها ما اقدر ادخلها. يا ما تقدر اشوف 106 ايش فيها. كافو المزيد من الذخيرة. اتوقع في جدار سري ينبغي علينا المغادرة. كافو في مشرب صحي هنا. اخذ الاشلاء ما شاء الله معي 6 ما ادري كم معي شيء. كان على بالي في خزنه هنا او شيء مهم بس ما ادري ما شايف شيء. الجدار ده ما ادري اكسره. لا ما اظن. اعتقد هنا بس في الاسعافات عارفين واخذناها. شبكة تفاعل لما احط الكشاف كذا عليها. You trying to blind me, James? أو تقدر تيجي كذا. ليش ممكن في غرفة من الغرف ما ندخلها كذا. ومن هنا. Locked. أوكي هنا المهم. Strange. لازم أجيب المفتاح. Is that strange? I am. خلينا نشوف شو بتقول. دعونا نجد طريقة لفتحه. أعتقد لازم مفتاح ها؟ أنا شفت الغرف اللي هنا 102 شفتها. أقدر أدخل 102 ما تقدر. ما تقدر. السيارة دي قلتكم فيها مفتاح. نعم هنا ما أدري ليش أحس إني مفوت شيء. ليه بس خلينا نشوف هنا. هو في غرفة ثالثة صدقوني بس ما أدري فين. الغرفة الثالثة دي فيها شيء مهم بس بالله خليني اشوفها بسرعة هنا. فوت شيء انا هنا. جهة الخزنة دي في شيء. انا شفت ايش فيه انا. او نعم شفت ايش فيه. الملاحظة دي اللي اخذتها من هنا صراحة ما ادري حقتها. بالله خليني اشوفها بسرعة. مذكرة الادوات. مذكرة وجدت بجانب صندوق ادوات في احدى غرف الموتيل. مدري عارفين ايش تعني. والله ما ادري ممكن يعني عدد الادوات اللي هنا ممكن زي كذا. والله ما ادري.
شاف شيء. هنا جا خاصة غرفة اللي ما فيها شيء. خلونا نجي نرجع لورا، ما ادري ممكن لازم ارجع لورا. هنا شفنا عارفين يعني جينا هنا الغرفة اللي ما كان فيها شيء، وهناك عارفين في قفل. هنا جيت الغرف دي انا، ايوه جيت الغرف دي كلها ما اقدر ادخلها عارفين. ايوه يا اخوان كلها ما اقدر ادخلها. خلينا نشوف فين، انا ما شفت ايش فيه عارفين. هنا قسم الريسبشن، هنا الاستقبال، ما شفت ايش فيه. ممكن مفتاح هنا رقم السر. خلينا نشوف الملاحظة ايش كانت تقول. كاتكم هي الملاحظة حقتها 1380 واحد اقل واحد اكثر، 3 اقل واحد اكثر، 1 2 3. ايوه هنا الرقم السري، خذه مني العلم عشان 4 ارقام والخزنة تحتاج 4 ارقام. انت راح احط 1380. ها يا اخوان شايفين 4 ارقام معناته عارفين ماني غلطان. عارفين هو اللخبطة بال هذه حقت الاقل ومدري ايه، 1 اقل يعني 0 0 4 5 1. هل هذا الرقم 0 4 5 1 0 4 5 1. كنت انقص كل رقم، بس كل رقم كل رقم يا جماعة قاعد انقص. قاعد يصير اوه كبيت وفنجي هذا. Glad you were here. عارف كل رقم يا جماعة كنت انقص، بس يعني السر كان انك تنقص بس. هو طرح اللغز ذا عبارة عن طرح. You think you just saved my life back there? Glad I did. Yeah. 1-0-7. So am I. 1-0-7 يا جماعة. مفتاح البوابة. هل لازم أروح غرفة 1-0-7؟ 107. هل لازم أروح الغرفة ذيك؟ الحين خلينا نشوف البوابة دي إذا رحت لها إيش راح يصير. عارفين يا جماعة شفت خبر يقول لك اللعبة دي كان المفروض تنزل فقط على بلاي ستيشن، سكر المطور يقول لك ضغط على كونامي وخلوهم ينزلوها على البي سي. الحمد لله انها نزلت على البي سي والله. يعني اللعبة حتى شكلها اجمل والري تريسنج عارفين، تدعم الدي ال اس اس. فالحمد لله عارفين نزلت على ال على ال بي سي. انه ما ادري المصلحة بلاي ستيشن عارفين انهم نزلوا الالعاب على البي سي كمان. 3 years that's a long time. What will you tell her if when you find her that I love her? Oh then lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. عارفين شاف أكثر من طريق، داري في طريق كان وراه راح أروح من عنده. بس خلينا نشوف هنا إيش فيه. هنا الأساس عارفين، هنا الشيء الأساسي. بعض الأحيان أحاول أكون قريب من ماريا ذي عشان نسمع كلامها. إيه هل أسوي شيء هنا؟ بس طالع كذا. باب ده مفتوح عارفين، مو مفتوح بس والله كأنه المنزل ذا مهم. معي خريطة المكان ده، هل عندي الخريطة أنا؟ أيوة هذه هي جيب لك. صح صح خلونا نروح أقصى اليمين عشان أعتقد الطريق مسدود من هنا. وفي يسار وأنا شو أبغى أسوي يا أخوان؟ أنا الحين شو أبغى أسوي؟ ليه جيت هنا؟
عشان عارفين مع ماريا دي اظن نبغى نوصل للمكان. احنا ما ادري ايش الهدف من ها ما هي ما ادري صراحه. هل في غرفه لازم ابله ثواني انا معي شيء كذا لازم استخدمه. 107 مكتب الاستقبال مذكره صغيره وجدت في استقبال نزل جاكس. هل ارجع يا جماعه قبل ما اضيع اشوف 107 ايش فيها ولا يخلوني ارجع؟ انا في الحين رجعنا للسايلنت هيل تاون. خلوني بس بالله معليش ارجع اشوف 107 هي اصلا اقدر اتفاعل معاها اقدر اسوي شيء. 102 104 مدري اللي احسها مهمة. 105 هل 107 اللي فوق؟ لو جيت 107 ما كان فيها شيء فوت شيء انا هذا 108 وهنا 107 مو انت جيت من صح صح ليه بس معلش هو ايش يقول؟ قراءة. إذا كان أي شخص يحتاج إلى شيء فأنا أقوم بإصلاح الأنابيب في 107. ليه بس خلينا نشوف 107 بسرعة نفوت فيها شيء أنا. أيوه هنا غرفة زي ما تقول المصلح خلونا نقول هنا هذا أدواته بس ما أدري ما في شيء هنا. شفت كل شيء 107. معليش أقوم بس حبيت أتأكد إن شاء الله ماني مفوت شيء. الحين نبغى نروح مع ماري ماريا ذي نبغى نطلع من هنا ونروح معاها بس والله ما ادري على فين. عارفين فخلونا نطلع خلونا نفتح الخريطة ونشوف. اوه في اكثر من طريق مسدود. خلنا نجرب نروح من هنا. وجدت الجهة الثانية من سايلنت هيل. اوكي فاكرين كنا هناك بالحلقة الأولى. ايوه هنا جينا ما تقدر تدخل. فايش دحين عندنا يسار سيدا رحنا ايوه هنا الطريق الوحيد من هنا. عارفين والله انا ما احب كذا يعني كذا انطلق واروح بعيد كذا وافوت اكثر من طريق ورايا وهنا ما نقدر نروح خلاص الطريق الوحيد من هنا. بس هنا رحت ما في شيء. خلنا نشوف الخريطة ايش تقول لي. رحت هنا الطريق المسدود بس في عندك لفة. اللفة دي ما ادري ممكن نهايتها طريق مسدود. يا اخوان نهايتها طريق مسدود ممكن. عارفين على الطريق اللي من هنا ممكن بالنهاية طريق مسدود. ما اعتقد اقدر اروح من هنا. اظن ماشي صح انا ممكن من هنا. حلو حلو ماشي صح. عارفين بما انه جاء العرض ده معناته من هنا طريقنا. It is. So, what now? Now we look for another way. James.
يا سلام، بالله يقول لي سلاح جديد. ان شاء الله يا جماعه المصور دي سلاح جديد. حلو حلو، انبوب فولاذي نفس استخدمه، واضح اقوى من العصايا الخشبيه، اكيد اقوى. تعال تعال. يفضل لك تهرب، عارفين معايا انبوب فولاذي انا دحين من قدي. لا الخوش يا ما اعتقد، ها ما اعتقد تواجههم، بس تجري ورايا. ذكرني فكرني اشلي يا جماعة، اعتقد اسمها اشلي البنت ذي، الحين ذكرني باش اللي من ريزن دي في الفور، عارفين كذا، بس تورطك كذا وحميني كذا، عارفين يعني ما تساعدك في القتال. كيف كذا؟ اخي غريبة جاني الضرر ذا. والله ما ادري اذا الحديد اقوى ولا لا. شايف الى الان كل وحش لازم له تقريبا 3 ضربات، حتى الخشب اظن كان نظامها زي كذا. الحين الطريق على ورا، بس خلينا نشوف مين ايش فيه. اعتقد على ورا او من هنا، والله ما ادري، اعتقد من هنا. خلونا بالله بس معلش ارجع شوف ورا ايش فيه، خلونا ناخذ الحبة كذا. أنا جيت من هنا، خلونا نشوف هنا ايش فيه. حلو، في رصاص هنا. صراحة المراوغة باللعبة ذي عارفين جميلة، يعني مو صعب عارفين، يعني عندك تقريبا يعني عارفين النافذة حقت المراوغة كذا، يعني ضربة العدو مي سريعة مرة. اي ولا حاول اوصل لكم اياها، شيء جميل شيء جميل جميل. زي هنا كم راوغت الضربة تشوفها جايتك عارفين كيف، يعني مو سريعة. هذا اكثر عدو ما احبه صراحة، دائما عارفين لازم كل شيء يضربني ضربة. الحلقة الماضية قتلني اظن العدو ذا، الله حشكني حشك عارفين كذا، 2 غرفة واحدة كذا حشكوني. اكيد مت تعرفين، بس رجعت من جديد وقضيت عليهم. نروح لذا، السلام روقتها. ترى كان في طريق كامل، بس ادري ان شاء الله يعني ما فوت شيء. يجي البطل ذا شافني، هلا مو جاجة، خلونا نروح من هنا. والله كثير مرة، بس عارفين الوقت متأخر. ياخذ لك حبة كمان ليش لا؟ يعني في شيء على الطريق من هنا، والله ما ادري يا اخوان، احس اني مفوت اشياء كثير. قدرت نص طاولة هنشبك، ادري اذا اسوي عنده شيء. من يوم انها تكلمت ذي معناته صح طريقنا من هنا. معناته راح ارجع ورا خلال السياج، تقول ايوه خلونا نروح. اعتقد قصته من هنا. كفو جبنا الطريق على الفكه الرئيسي. مع انه مفوت اشياء ورا، بس ما ادري ان شاء الله الشامي مهمه. هو المهم هنا، والحمد لله اللعبه سجلت. ناخذ لي حبه كمان، واضح انه مصاب. تصدقوا ولا مره يعني ولا مره يا جماعه الخير، يعني جاء وقت كذا قلت اوه ما معي اسعافات، فين الاسعافات؟ عارفين يعني دائما معايا عارفين، شيء جميل. والله ما افتكر جاء وقت كذا يعني ما معي اسعافات، دائما معايا اسعافات ورصاص. ف عارفين اللي حاول اوصل لكم اياه انه اللعبه جدا كريمه من ذي الناحيه عارفين.
روح استراد على فين اخذتنا. صدقوني من مرتاح لها كذا. احس حيجي وقت راح تخوننا. كأنه مطعم ذا ها. اي والله شايفين اعتقد مطعم. نروح شايفين هذا المطبخ اللي احنا فيه. يا لطيف الضلع، يا لطيف اللطف. الحمد لله انه اللعبة دي ما فيها نظام اوتلاست. ها يا اخوان، لعبة اوتلاست كان نظام هذا بطارية، عارفين الكاميرا لازم يكون معك بطارية. الحمد لله اللعبة دي الكشاف ما تحتاج عارفين بطارية، لو عشان لو تخلص عليك البطارية وطفي الكشاف مرة ورطة يا كبرها. استعد للقضاء علي. خلونا قريب اشوف ايش فيه. تمام، في رقم كذا. ايوه مدري يقصدوا مين اللي مستعدين للقضاء علي. ماريا؟ هلو؟ وين راحت ذي؟ يبا انا جيت مع الباب ذا اللي ورايا. اعتقد بروح من هنا. واضح هي قاعد تلعب كذا بالنور عارفين. خلوني على بال اخذ الاشياء اللي هنا. فانا دائما لما العب ريميك يا اخوان، يعني اغلب صراحه الريميكات اللي لعبتها ما قد لعبت النسخه القديمه. يعني عندكم على سبيل المثال ريزنديفل 4، يعني ما قد شفت النسخه القديمه، فافتكر بعد ما ختمت الريميك رحت شفت النسخه القديمه كيف كان شكلها. فرق كبير صراحه. فالحين ناوي بعد ما ختم اللعبه ذي كذا اشوف سايلنت هيل القديمه كيف كان شكلها عارفين. يعني احب اشوف زي كذا. Maria? What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay? Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off.
No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... to hope undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. ما شاء الله الحلقة دي هاي اخوان فيها عروض كثير. عارفين الحلقات الماضية بالقوة تقريبا يمكن عرض واحد بس او عرضين بالكثير. ايوه خلاص خلينا نغادر المكان ذا. هذا فاوند مكتوب اشياء يعني كذا عارفها بس ما ادري ممكن في رصاص هنا ولا هنا. الله ما ادري معايا ما شاء الله شايفين. ابدا اسجل خلونا نسجل. الحمد لله عارفين انه الالعاب تطورت السنين الاخيره دي وصار خلاص يعني التسجيل التلقائي يعني بشكل مستمر ما تشيل هم انه لازم تسجل كل شويه. مره شيء جميل. Let me know when you want to move on. Let's go. All right then. Come on. بس خلونا نشوف بسرعة في شيء هنا. واضح بس بعض الرسمات شايفك. ايوه جا خلاص خلينا نكمل. ايوه شايفين. من هنا يا جماعة. ايوه مكتوب اعتقد اكزيت من هنا. اقدر ادخل هنا؟ ولا مو مكتوب اكزيت بس واضح من هنا ممكن ما اخرج. ان شاء الله ما فوت شيء مهم ورا. We could come back later if you want. You know, in case we need a break. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in the storm, right? I guess so. ما في شيء هنا خلينا نكمل. واضح من هنا. بس ما ادري على فين بنروح. والله ما ادري يا اخوان خلونا نروح سيدا. في عندك يمين اذا تبغى. انا لما جيت مجيت من هنا. شيء جميل صراحة العاصفة عارف كيف كذا هدت والوضع الحين صار اهدى. ما ادري خلونا نروح من هنا نشوف هنا في شيء. هل في شيء هنا؟ برميل ذا مهم. لازم احركه ممكن. مدري ليه الحلقة ذي عارفين دحين يعني قصد المرحلة ذي اللي احنا فيها كذا تذكرني بذا لاست اوف اس كذا شوية مدري ليه. ممكن عشان معانا ذي عارفين كذا الطريق اللي تحرك فيها ذكرني بجول لما كذا يدور على زي ما تقول الطريق ما فين فاكرين. ما ادري ممكن شوية الحلقة دي ذكرتني بذا لاست اوف اس. اوهو بلع المخيس. كافو قضينا عليه. عارفين من اغرب الوحوش صراحه اللي شفتها. الوحوش عارفين قصدي يعني الوحوش جدا غريبه اللي بلعبه سايلنت هيل كذا غريبه صراحه من اغرب الوحوش كذا. ما ادري ايش تطلع يعني. واحد قال لي وصفها لي يا عبد العزيز. والله ما ادري ايش تطلع كذا زي الدمى عارفين بس ما ادري غريبه صراحه. واضح انه الرصاص بس من هنا ما اقدر اطلع. شوف سلم من هنا بس شفت زيه كثير يعني مو اي سلم تشوفه كذا معناته لازم تنزل عارفين. اقدر اروح من هنا.
again. أنا جيت من هناك أظن أو من هنا. أقدر أروح هنا؟ لا والله ما تقدر. عندنا طريق من هنا، هل الطريق الأساسي من هنا؟ يا إخوان والله ما أدري، خلوني أروح من هنا أشوف في رصاص هنا. لا لا ما في، أجل خلوني أروح من هنا أشوف إيش فيه. نحن على الجانب الآخر من تلك الهاوية. أوكي أوكي كافو عده. مو إحنا دخلنا يا جماعة آخر المقهى، المقهى ذاك اللي كنا فيه، وطلعنا من الباب الخلفي صح، ودحين جينا من ورا ال من ورا الجسر ذا المتحطم. فدحين نقدر نروح من هنا، هو الطريق المتحطم أيوه، فنقدر دحين نروح من هنا. حلو حلو صدته. الحين خلينا نشوف لازم اروح، كان على بالي باب ذا، بس في باب هنا واضح مهم، سمعت ما اقدر اتفاعل معاه، ممكن افتحه من الجهة الثانية. سيده هنا ما في شيء، يسار هنا برضه ما في شيء، ايوه ما في شيء، واضح بس العنكبوت هنا. اللعبة دي شفت مقطع عنها باليوتيوب، سايلنت هيل يا جماعة، سايلنت هيل تو ريميك، شفت واحد يعني يقارن الأداء، بعض الأحيان يعني يفعل الري تريسنج وبعض الأحيان ما يفعل الري تريسنج، عارفين يعني يسوي مقارنة. والله طلعت اللعبة من غير الري تريسنج قاعدة تكون مرة ظلام، بس ما أدري ما أظن بشكل كبير، لما شفت المقطع عنده مرة كان ظلام، عارفين مرة اللعبة تصير ظلام من غير الري تريسنج. بس ما ادري والله انا اتوقع لو شلت الري تريسنج ما راح تصير مره ظلام، والله ما ادري يا اخوان. احنا نعرف الري تريسنج تتبع الاشياء يعكس الاضاءه، مو انه ينور لك المكان كله، فما ادري والله ما ادري صراحه. بس انا مفعل الري تريسنج عارفينه، شايفه تمام صراحه ما شاء الله. That's it. A garden. There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on, she's just around the corner. She? ما أدري من تقصد إن على بعد خطوة تقول، ما أدري من تقصد. There's a story told around these parts, kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out, sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love.
Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. شكلها البنت الصغيرة ذيك يا اخوان هي اللي دوبها صارخت شكلها عارفين ما ادري اتوقع والله ما ادري بس الصوت اعتقد جاء من هنا خلونا نروح كيف نشوف I think it came from inside the theater. ادري هنا قصدها فين المسرح ده هل قد جينا مسرح احنا وهنا ما اعتقد جيت هنا انا You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. صراحة حب يا اخوان احب لما اروح كذا اماكن مغلقة باللعبة ذيك احس اجمل عارفين اجمل من العالم المفتوح Nah, I don't think they follow me here. Besides, I blocked the door, so no one could get in. Not the cops, and not these other monsters. ما أدري كيف هدي جا هنا. يا إخوان صراحة ما أدري كيف جا هنا. فكرين يا إخوان شفناه أعتقد بالحلقة الثانية إيدي. ما ادري كيف صراحة جات المسرح هنا صراحة النوع ذا من الألعاب جدا جميل يا اخوان سايلنت هيل ريزن ديفل ذا ايفل وذين عارفين والناس دائما يعني صدقوني من خبرة عن الناس دائما يحبوا الألعاب ذي من ناحية مشاهدة ومن ناحية لعب عارفين بس ما ادري ليه مي مرة كثيرة الألعاب ذي اللي زي كذا نظامها فاهمين علي كذا فيرست بيرسون كذا تشوف الشخصية أمامك وبنفس الوقت رعب عارفين مرة جميلة الألعاب ذي بس لكن مي مرة كثيرة مع إنه والله فكرة جدا حلوة مدري ليه أغلب الألعاب شوتر فضاء شوتر عارفين كيف صراحة مؤخرا يعني أغلب الألعاب صارت سولز لايك أكون صريح معاكم بس يعني أنا بالنسبة لي الشيء ذا جدا جميل مرة ما شاء الله عارفين الألعاب اللي تشبه ألعاب السولز يعني السنين الأخيرة ما شاء الله صارت كثيرة بس حتى الألعاب اللي زي كذا عارفين الألعاب اللي زي ريزن ديفل وسايلنت هيل مرة صراحة يعني فكرة جدا جميلة سبق قلت لكم يا اخوان صراحة يعني يوبيسوفت لو يسوون كذا سلسلة زي سايلنت هيل وريزن ديفل راح تكون جميلة صدقوني راح تكون جميلة
Eddie? Oh. You're, James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. Well, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. ما شاء الله تعابير الوجه عارفين جدا جميلة. يعني إلى الآن ريميك ريميك قوي صراحة وجميل صدقوني من أجمل الريميكات اللي لعبتها. صراحة ما افتكر الريميك لعبته كان جدا سيء عارفين الا صراحة ذا لاست اوف اس، بس يعني هي كانت لعبة جميلة منظرها جميل وكل شيء، بس عارفين كان الشيء السيء فين يجي واحد يقول فين السيء عبد الله؟ طب ذا لاست اوف اس ريميك انت تقول اسوء ريميك لعبته، عشان يا جماعة ما كان في فرق كبير بينه وما بين نسخة الريماستر، فما ادري ممكن هو يعني اقل ريميك لعبته عارف عشان ما كان في تغيير كبير عارفين ما بين الريماستر والريميك. عارفين صراحة ما افتكر لعبة لعبتها على اساس انها ريميك يعني وكلك عليها عارفين دائما صراحة تكون جميلة. اجمل ريميك لعبت الواحد سألنا اجمل ريميك عبد العزيز اكيد اخوان ديمون سولز وريزن ديفل كمان فور كلها صراحة كانت جميلة وتو اكيد ريزن ديفل تو ريميك كان مرة والله جميل. الحين البنت الصغيرة يا اخوان طلع اسمها لوري لازم نبحث عنها. هل في شيء هنا؟ عشان ضغطت ايه على بالي بتفاعل مع الجهاز ده ما ادري ايش يطلع او هنا بس ما ادري ما صار شيء وطلعت هنا. اوه عندنا قسم الافلام هنا عارفين حقة البروجيكتور ادري سوى عنده شيء ولا والله ما ادري. واضح لازم الحقها عارفين كذا وادور عليها اعتقد لازم ما تكشفني اظن كذا النظام راح يكون معاها. انا جيت هنا والله ما ادري ما اظن جيت هنا. عارفين هذا الجهاز والله شايفين زمان اعتقد السينما كانت عبارة عن جهاز بروجيكتور كبير كذا يحطوا الفيلم والناس تتفرجوا. والله ما ادري يا اخوان انا صراحة ما عمري بحياتي كلها دخلت سينما بس ما ادري واضح عارفين انه الجهاز ذا كذا حق الافلام وكذا. انا جيت من هنا ها؟ جيت من هنا لورا ستوب اتس دينجرس. واضح لازم الحقها ان شاء الله ما فوت شيء ورا. ماريا did you see the little girl yeah I tried to stop her but
She went that way. We can still catch her. ما أدري على فين راحت، ممكن سيدة من هنا. إلى الآن صراحة ما ندري البنت هذه من تطلع، يعني كل اللي نعرف عنها اسمها. صراحة أتمنى اللعبة دي تفوز بشيء، يعرفين بحفل الألعاب القادم، والله نفسي تفوز بشيء، عشانها من جد صراحة لعبة جميلة، وريميك ريميك محترم، يعني ما في أحد يقدر يقول ما في فرق ما بين النسخة القديمة والجديدة، عارفين يعني ما شاء الله، من جد الريميك ذا يحسسك إنه اللعبة دي من ألعاب الجيل الجديد، عارفين شيء جميل صراحة. من هنا قلتكم؟ لا مو من هنا. تقدر تطلع هنا؟ ما اعتقد تقدر. اللعبة دي ناقصها شوت جان يا جماعة، عارفين؟ لو في شوت جان صراحة راح يكون شيء جدا جميل. لأن برايي إذا بتسوي لعبة رعب ضروري لازم تحط معها شوت جان، عارفين؟ وبالقصة كمان ضروري لازم ايش انه البطل عارفين يبحث عن زوجته، انها عارفين على اساس انها ضاعت وكذا، يعني لازم كل لعبة رعب زي كذا تبدا المفروض على فكرة. ماذا؟ على بعض رصاص اخذ ليش لا؟ ادري على فين راحت والله. خلونا نشوف الخريطة. كل الطرق ها؟ مسدودة تقريبا. وجب الاستفهام هنا جهة المستشفى ذي، ايوه مستشفى هذه يا جماعة الخير بروكي بن المستشفى ذي، خلونا نروح لها. عارف المستشفى ذي اللي قرأت اسمها صح؟ خلونا نروح لها يا اخوان، اعتقد عنده البنت ذي ممكن. بس فين قصدهم؟ هنا هذه هنا يا اخوان قصدهم هنا اعتقد، هنا جيب لي استفهام هنا، ما ادري ممكن لازم اروح هنا. جيمس لوك يا سلام، واضح مقبلين على قسم جميل، عارفين قسم المستشفى. خزانة سلاح. اوه شوتجن. شوتجن شايفين سيفتي رولز، قواعد الامن والسلامة حقت الشوتجن. ان شاء الله اللعبة فيها شوتجن. كفو يا سلام. طلقة بندقية. ان شاء الله راح نجيب الشوتجن. صدقوا قاعد اطالع امس على موقع متكريتك يا اخوان، وفي لعبه ما شاء الله اخذت 94 من 100 التقييمات، مره تقييمات اسطوريه. اللعبه عباره عن اعتقد زي العاب الانمي، عارفين والله ما ادري ايش اسمها، يعني انا مالي بالالعاب ذي، بس ما شاء الله فجعتني التقييمات، قلت ايش ذا ما شاء الله. ما ادري ممكن هي اللي راح تفوز بلعبة السنة، تصدقون؟ طلب المدير ملفات المرضى الثلاثة الهامين، أنت تعرف أيهم؟ هل يمكنك من فضلك إحضارهم إلى مكتبه؟ جميل صراحة كذا انعكاس أشعة الشمس هنا، شايفك؟ مرة جميل. هذا حال اسعافات. لا لا ما في، شفت كذا الرمز لاعب اسعافات. خلوني اسجل اخوان. لو اسجل ليش لا؟ وفي مفتاح هنا. افتح هنا اجيب علينا نبحث في المكان، ربما ايوه حول هنا شكله.
هنا شكله جماعة خير الرقم السري. ما أعتقد إنه على الأرض كذا. مدري شيء اللاعب اللي كان الحل تلقى على الأرض كذا. صدقني كان في لعبة فيها زي كذا نسيها. لا تلخبطون الله أرضى عليكم. أنا ما فين جيت لما جيت. خلوني أشوف إخواني تجيت من هنا حلو. ها جيت من هنا. ما جيت من هنا. هنا ما أقدر أروح تخيلوا. فين جيت أنا؟ هنا في شيء. هذا إيش الصورة دي؟ الممرضات في التدريب. لو جيت هنا صح صح. خلونا ايوه خلونا نروح لين نشوف ايش في بس الصورة دي. الدكتور هيوز والدكتور الكسانو في الحديقة. هنا مكتوب اكزيت. انت جيت من هنا. انا جيت من هنا. والله ما افتكر اني جيت من هنا. ان شاء الله شوف اكثر من مكان حروح يا جماعة. كل الاماكن راح اروح لها ان شاء الله. حلو حلو اخذنا خريطة. خريطة الطابق الاول. الحين اعتقد اللي نبغى نسويه نجيب رقم السري. عارفين نجيب رقم السري حق الخزنة اللي فيها المفتاح. مفتاح ايش والله ما ادري. من هنا ما بي... اوه كان عبالي لازم مفتاح. هنا ما عارفين طلع من هنا طريق راح. لورا ويت. It's okay. We don't want to hurt you. God damn it. Why would she run from us? I don't think she likes me very much. But why? عارفين بما اني وصلت لين هنا مو معقول ارجع ورا. خلونا نكمل. Keep door closed مكتوب. ما اقدر اروح من هنا. كذا خلونا نرجع لورا. أنا جيت من هنا صح؟ خليني بس أشوف الباب ده مفتوح. إي والله مفتوح. خليني أشوف القسم ذا بعدين أنزل تحت. عشان كان في تحت كمان زيادة في مصعد. هل لازم أشغل الطاقة عشان أشغل المصعد؟ أو المصعد خذه مني العلم من تحت نشغله بعدين نجي هنا. الحمد لله الباب ده مغلق. هذا معناته ايه يا اخوان؟ معناته ايه؟ معناته في طريق واحد فقط. ايوه ما اقدر اكسر ذا. والطريق فين؟ الطريق على تحت. ايوه هنا المصعد اعتقد من تحت نجيبه. الطريق على تحت. لازم مفتاح هنا. شكله مفتاح حق هذاك تصدقون؟ مفتاح المفتاح. فين المفتاح؟ المفتاح اللي بالخزنة. ايوه فاتحين. اول شيء عندنا الرقم السري حق الخزنة. فين الرقم؟ ما ادري الصراحة بس ان شاء الله حنجيبه. هنا رحت القسم ذا انا؟ لا هنا ما رحت. مكتوب بول يا جماعة في مسبح عندهم أظن. وصيدلية وغرفة الدكتور أظن. من هنا كلها من هنا. اللعبة ذي يعرفي بعض الأحيان كذا يكون ظلام ظلام. شايفين زي ذحين كذا. بس بنفس الوقت كافو ما فيها فجعات. عارفين لو واحد سألني قال لي أقوى فجعة جاتك عبد العزيز بالعاب الرعب. إي والله في 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 يا جماعة في. قد صار لي الشيء ذا. يعني في عندي لعبة كانت أقوى فجعة والله من نسيها ليومكم ذا. كانت يا جماعة الظهر. كنت قاعد ألعب الظهر زمان قبل ما يكون عندي صفحة. كنت ألعب الديمو حق لعبة بي تي.
مسكرين والديمو اللي سواه كوجيما الله يسامحه. بس كنت امشي كذا اقول يا ولد قاعد العب سماعات كانه في شيء وراي وطل وراي اقول ما في شيء وطل قدامي وتجيك الفجعه القويه ذيك يا لطيف افتكر صرخت صرخه مره صراحه يعني اعرف كان صوتها عالي ما ادري ما احب صراحه انا ابدا ما ننسيها والله الفجعه ذيك افتكر بعد الفجعه ذيك عط رحت قفلت الديمو ومسحته بعدين عرفت رجعت حملته من جديد عرفت كذا يعني ما طوعني كذا ضميري كنت لازم اتخلصه وصراحه ما عمري خلصته كنت كل شويه صراحه عارفين يعني كذا اخاف اكون صريح معاكم زمان الحين خلاص صرت ما اخاف عارفين جالس العب اللعبه ذي لحالي الان عندي الساعه 3 بالليل عارفين يعني عادي صراحة الحين اخوه رقم السري ها؟ لا والله مو هنا ليش يجيب لي طب استفهام هنا؟ لازم ارجع ممكن هناك رقم السري ايه معلش خلوني ارجع فين قصدهم هنا؟ لا مو هنا الاستفهام ذا مدري فين هنا القسم ذا يب بس ما اقدر اروح عشان الباب ذا مغلق يو هنا استفهام بالغرفة ذي في شي هنا او ما دكتور ادخل من هنا اوكي معلش ما كنت ادري يا جماعة هنا ما جينا ابدا اعتقد مني نجيب الرقم السري اها دين الرقم السري لقد كتبت لك هذا بطريقة تمكنك في النهاية من تذكره بمجرد ان تكون في البهو فقط انظر حولك الان تذكر ممرضات اطباء اشجار ثلاث اشياء اوكي الرقم السري صح ممرضات اطباء اشجار خلاص صدقوا جبتها خلني دحين اطلع بروح احل اللغز ممرضات اطباء اشجار هنا كان في صورة بس خلوني اشوف قبل ما ارجع لورا لا ما في اي صورة ايوه ما في اي صورة هنا فالحل كله ورا حي نشوف في كم ممرضة كم طبيب وكم شجر كم شجرة ايوه اربعة ممرضات هي اللي كانت في البداية ممرضات ايوه وريني اول شيء الممرضات بعدين اطباء بعدين اشجار فعندنا اخر رقم اربعة ما احتاج تقولي لي خلاص عارف اول رقم عندنا اربعة والرقم اللي رقم اثنين عارفين عندنا طبيبين هنا يا لطيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة اثنين أربعة طبقة الثانية. Of course. نروح نسجل. الله ما أدري متى ننهي الحلقة هنا. بس ما أدري أشوف إنه مشي تمام خلونا نكمل. ندف الحلقة زيادة كمان. صراحة من أكثر الأشياء اللي تسعدني. إي والله يا أخوان. لما أقرأ تعليق واحد يقول لي يا عبد العزيز لا تتخلي مدة الحلقات أطول. يعني الشيء ذا يسعدني صراحة اي والله يا اخوان
شكرا والله والله شكرا يا جماعة، يعني انكم تبغوني كذا يعني عارفين يعني اسوي حلقات طويلة. الحين خلونا نشوف لسه مداش فيه، ما شفناه ابدا القبو. هذا هي مستشفى بروكين الطابق السفلي. من الجهة الثانية واضح هذا لا يعمل. كان في غرفة كمان فوق كانت تحتاج مفتاح، فإذا جبنا مفتاح في غرفة فوق تحتاج مفتاح وغرفة قسم كامل عارفين. كافوا معنا 52 طلقة، واضح لازم اجيب البنزين اظن وتشغله بعدين تشغل المصعد. اوكي طلع كده نظام المصعد، انا كان على بالي من هنا كي تيجي وتطلع لفوق. مستحيل عارفين الوحش هذاك لحاله. والله الطيف دائما تعرف انت تختبئ يخرب بيتك، شاطر بالشي ذا. هي 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 من فجأة الضربة ذي؟ قولي لي طيب انتي، قولي لي طيب انا ما قالت لي انه ترى الوحش الثاني جاء. شوفوا كيف هنا مختبئة بس. اي والله شفت في التعليقات قلت لي عبد العزيز دائما اطلق على رجولهم، معليش والله نسيت. كان في لعبة كمان نظامها زي كذا تطلق على على رجول العدو افضل عارفين. هذا كريستو بروتوكول يعني فيك لما تطلق على رجل العدو مرة يعني عارفين يضعف بشكل كبير. والله اعتقد حتى رزندي في الكم فيها كذا. الحين انا ما فين جيت، انت جيت من هنا يمين ما في شيء، يسار هناك اعتقد اخذ الرصاص. هنا في طريق سيد راح اروح من عنده يمين هنا. شفت ايش فيه؟ ايوه شفت ايش فيه. الغرفة دي ما شفتها، ليش ابغى اسحب البرميل ذا؟ هنا قلتكم اوه عشان تطلع على هنا. راح اطلع على هنا ما عليكم. خلوني بس اشوف هنا. ايوه خلاص اخذنا الرصاص. خلوني اشوف القسم ده وسيده كمان، عندي سيده. خلوني اجي من هنا. ها كعفو فلت منها. صدقوا ما يهجموا عليها ابدا. ها يا جماعه صدقوا ما يهجموا عليها ابدا الوحوش ذي. علبة الوقود الفارغة، هي فارغة واضح من هنا عبيها وارجع لل 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 جنريتر يا جماعة، المحرك اللي ورا هذاك عارفين ارجع له. هم الوحوش قد هجموا عليها هذي مريا، بس ايش اعتقد كان نظام عرض يعني، بس اما كذا باللعب ما اعتقد يهجموا عليها. Don't worry. I'll be right back. Better. ما شاء الله معي سبع من الإسعافات ذي من الإبر. كل علي ارجع. بس خلوني اشوف مكبي رصاص هنا. 1932
هي اللعبة أعتقد على أساس إنها أيام زمان يعني عارفين. أنا دائما كنت أسمع عن اللعبة ذي سايلنت هيل، بصراحة ما عمري لعبتها. يا ذكي عارفين هذه المرة ما كان شاطر بالاختباء، المرة كان عارفين كان طفل صغير قاعد يختبئ يعني شايف أكتر. أنا هنا أنت كيف ما مات لسه؟ اي يخرب بيتك انا كنت بعيد جت فينا الضربة. عارفين لازم اتأكد اكيد خلاص ما راح يرجع دحين. كان مفروض اطلق على رجله بس الله ما ادري يا اخوان ماني معلم مره انا بليم لدرجة انا راح احاول المرة القادمة ان اطلق على رجله بس الله ما ادري. احنا عارفين الان باللعبة دي مو مرة سهل. يحيي فين الغرفة يا جماعة اللي كان فيها المحرك؟ فين راحت هذيك ماريا؟ ما ادري صراحة بس فجأة ممكن تطلع. More of those things. الحين راح نشغل المصعد. أكيد راح تطلع وحوش. حين المصعد يا إخوان. الإليفيتر يو كان هنا. كافو قضينا عليه. فين أبغى أروح أنا؟ أنت هنا. ها؟ أعتقد أبغى أروح هنا. الطابق الثاني. أدري عارفين أحس استعجلوا صراحة بتصميم الشخصية أكون صريح معاكم. أدري جيمس أعتقد يعني أشوف إنه كان مداهم يسوون أفضل من كذا. Okay. I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Okay. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary?
will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? خذي عارفين هذه ملكة ميري شو تسوي خذي بدالها صح معاكم يا جماعه كمل دحين نبحث عنها. فالمهم يا اخوان انا لما اقول انه جيمس يعني استعجل بتصميم الشخصيه يعني ما ادري عارفين يعني الشيء اللي اقصد انه صار مره عارفين يعني ها يا جماعه شايفين كيف يعني نص خلاص زي ليون عشان كذا اقول لكم استعجلوا واضح وضوح الشمس انه زي ليون بالضبط سبحان الله خلوه شقر كذا وشعره ناعم وفرق شعره كيعرفين يعني خلاص هذا زي ليون واضح انهم قصدين لا تقول لي ما هم قصدين واضح يا جماعة عارفين مع الفلسفة هذي كذا راح انهي الحلقة يا جماعة اتمنى والله انكم ما تتضايقوا مني ان شاء الله يا جماعة راح نكمل الحلقات القادمة كذا وصلنا لنهاية حلقتنا دي صراحة شوفوا وكان ممتاز كذا اننا ننهي في الحلقه. اتمنى اخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم. اتمنى الحلقه دي نالت على اعجابكم وان شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمه في امان الله.